السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عربي فيديو جديد. وقبل ما نبدأ أي حاجة يا ريت كلنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة جايين بفيديو اللي هي فكرته اللي هي ازاي في بيس 21 أعمل لاعب، اللي هو ازاي أنشئ لاعب في بيس 21 وألعبه في أي فرقة، زي مثلا برشلونة، ريال مدريد، باريس، أي لاعب في أي فريق قصدي. فالنهاردة دي وجهة البيس يعني، بس ده باتش هنخش. هي دي بتبقى الواجهه، في ركله البدايه واي فوتبول واحصائيات، وفي بقى الاعدادات. احنا هنخش على الاعدادات اللي هي دي، خش عليها ندوس تعديل. بعد ما ندوس تعديل بقى هيجي لنا القايمه دي، في اللي هو اللاعبون، الفريق، المديرين الفنيين، اسمه الانتقالات والملاعب وكل. فاحنا عايزين النهارده انشاء لاعب، هنخش على اللاعبون وبعدين انشاء لعب، بس كده. هي احنا وكده وصلنا، دي اسهل حاجه. بعدين بقى بتعمل لاعب، مثلا انا اسميه عرابي مثلا، اكتبه عرابي مثلا. اسم التعليق اكيد انت مش هتلاقي في اسم التعليق حد بيقول عرابي، فهو هتكتب برضو في اسم الملابس عرابي، اسم اللاعب عرابي، التعليق مفيش، الاسم على التيشيرت عرابي، على تيشيرت المنتخب والتيشيرت بتاعه. دايرة عشان ترجع. هيجي لك بقى الاعدادات الاساسية، لسه احنا هنمشي واحدة واحدة. تعمل الجنسية، تشوف انت بلدك ايه. انا مصري فاعملها مصري، شوف مصر، ايجيبت وادوس اكس بس. عمرك كام؟ انا اعمله 22 عشان هتم 22 كمان 5 ايام. هيستعمل اني رجل الاقوى، انا مش اشول فالعب بيمين، بلعب بيمين بس كده. ارجع بقى بالاوف، مركز المسجل، يعني مثلا لا تلعب جون هتعملها حارس مرمى، ظهير ايسر، ظهير ايمن، ظهير وسط، مدافع، يعني لاعب خط وسط مدافع. هنعملها مهاجم اللي هو لاعب الوسط الهجوم، اللي هي اول واحده. بعدين نرجع ناكد عليها ونرجع المركز المناسب، يعني انت ممكن تلعب في الهجوم زي ميسي بيلعب على الطرف اليمين وممكن يلعب في الهجوم. فانا هو مثلا لاعب وسط مهاجم، لو خليت دي ايه كده انت ده مركزك، مركزك مليون في المية هتلعب فيه بورك اللي هينزل. مثلا ممكن العب مهاجم تاني بس دي مش اكيدة، ممكن العبها نص نص اعملها بيه. مثلا مكان مثلا رونالدو او نيمار ممكن ده اعملها بيه برضه، يعني ممكن العب هنا وهنا وهنا، بس اكتر حاجه اللي المهاجم. وارجع دي بقى اللي هو لو عايز تخلي بارك 109 هتخليه، انا مش هعمله 109 والكلام ده. هنا معمول كله تمانينات ما عدا يعني بالحراسه، بكل بارو 87 لو عملت كله تمانينات. فانا اعمله مثلا عشان مهاجم اخليه مثلا 77 تحكم في الكره. ماشي، في الفيديو هيجري دلوقتي علشان بس الوقت الفيديو. ماشي، احنا كده هنخليه 77 حلو مثلا. خمسة وسبعين معقول، ماشي 75. مهارات اللاعب بقى نخش، مثلا ده مهاجم هنشوف ايه المهاجم بيعوزه. مثلا ماشي، احنا مثلا نشيل ايه ماشي نسيب دو. نرجع اسلوب اللعب، اسلوب اللعب انت مهاجم مش هتعملها مهاجم مراوغ، ولا ممكن لا مهاجم متربص او مهاجم قناص، بس احنا هنعملها قناص بس، هي بتتعمل واحد وترجع.
اخر حاجه بقى الاساليب. انت بتختار 5، على الاغلب اللاعب المراوغ، جري مفاجئ، سرعه الرصاص مثلا، عرضيه لا، قدره على التسديد، اختراق من العمق، هم دول 5 اللي هم بيبقوا للمهاجم عموما. ونرجع تاني، المظهر ده اللي هو وشك والدنيا دي. هنعمل وجه بسرعة كده، انا هعمله عصارة على الفيديو برضو، بس هو مش هيبقى شكل 100%، انا دلوقتي حالق فاعمله زي كده. خلصنا المظهر، هو مش شبهي، بس انا في اخر الفيديو هظبطه برضو كده الحركة، وممكن اقلل الباور بتاع الحركة احتفالات، نخليه يسجد مثلا او نعمل له احتفال مثلا. ماشي، ده وده بس كده يكون خلصنا الشكل، او مثلا ثواني اظبطه، انا عندي نسخة تاني. ماشي، وكده نكون يعني انا ظبطت شكله شويه وعملت له سكسوكه كده، ما فيش الا السكسوكه عندي هي اللي بتظهر، ويعني وعملت باور وسبته 75. اللعب غير مقيد دلوقتي هندوس حفظ. ماشي كده تسجل. خش بقى لو عايزين ننقله من فريق لفريق، هنخش على التعديلات برضو، مثلا انتقالات الدوري المصري الاهلي، اضافة لاعب، وننزل تحت خالص عند الاخر اللاعبين تم انشائهم اهو، عرابي اهو 75 اهو، هننزل تحت خالص كده، المفروض ده الاهلي، عرابي بقى في الاهلي كده، وان شاء الله هنلعب بيه يكون اسطورة. وكده نكون وصلنا لحد اخر الفيديو بتاعنا النهارده، اتعلمنا ازاي نعمل لاعب وننقله من عملناه وننقله في فريق، وكده نكون يعني شرحنا كل حاجه. ويا ريت يا ريت لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكان معاكم عربي، وسلام.